وينضم إلينا من دبي خبير تقنية المعلومات أيمن عتاني. صباح الخير أيمن. يعني الآن مع هذه التقنية ريال سنس يبدو أن الأجهزة الإلكترونية تسمع وترى وتشعر إلى حد ما. هل تلاشأت كل الحدود مع العالم الحقيقي والعالم الافتراضي؟ هلا التقنيه اللي بنستعملها نحن اليوم لتحكم بالاجهزه الالكترونيه مثل لوحه المفاتيح والماوس، يعني هيدي على زوال، يعني انشئت باول سنه 1900. هلا بال 2015 و16 و20 لقدام طريقه التحكم حتكون غير، يعني اذا بنشوف الهواتف المحموله اللي بنستعملها اليوم اكثريتها عم تكون باللمس، وعم يكون في تقنية جديدة عم تنعمل ليكون في تحكم بالصوت. وهلا مثل التقنية اللي عم نحكي عنها هي تقنية انتل مشان التحكم بالطريقة المرئية، يعني التقنية هيدي بتسمح لنحرك الجهاز، يعني وننقي تطبيقات من طريق الحركة، يعني فينا نحطها على تلفزيون، فينا نغير إذاعات، فينا ننقي تطبيقات معينة على التليفون. يعني هيدي التقنية المعينة يلي أطلقتها انتل تسمح لمواضيع جديدة تنعمل، يعني مثلا الطريقة يلي هلا عم نلعب فيها نحن العاب بيكون في تقنية انتل فيها تعرف اذا نحن عم نلعب بحماس عم نلعب بخوف، وفيها تتغير اللعبة بطريقة آنية لحتى تعمل حماس اكثر. في تطبيقات صحية مثلا فيها تقرأ البيانات الصحية تبعونا نشوف اذا نحن كيف بياناتنا الصحية عم بتكون، وفيها تعطينا ارشادات معينة على الطريقة الصحية. في كثير تطبيقات معينة لها بس بدها وقت شوي اكثر، لانه التطبيقات الموجودة اليوم بعدها منا عم تستفيد من هالتقنية الجديدة، بدهم شوية وقت لحتى يتعودوا كيف أفضل طريقة لتستعمل هالتطبيقات. سيد أيمن، كيف تعمل هذه التقنية؟ هل هي من خلال موجات؟ هل هي ليزر؟ هل هي يعني كيف تعمل؟ كيف يمكن أن نشعر بها وتشعر بنا؟ عم بيكون هي تقنية مشكلة من كاميرات متطورة، وبيكون في كذا عدسة موجودة لحتى تعمل قياسات معينة للبعد والشكل، وفي كمان مواضيع مثل سنسرز معينة اللي بتقيس البعد، بتقيس وين عم نكون. فتقنية مشكلة معينة، ما تقنية وحدة، والطريقة اللي طرحت فيها انتل عم تطرحها كمنصة معينة، فمنشان هيك حيصير في الناس عم تستعملها بالكمبيوتر، بالتلفزيون، بكره بالبرد بالمايكروويف، يعني عم تنعمل كمنصة معينة لحتى كل شيء حوالينا بالمنزل وبالعمل بيكون فيه هالتقنية الريل سنس. يعني يبدو سيد أيمن بأن الأجهزة تزداد ذكاء والبشر ربما يعني يقل الذكاء مع كل هذا التطور التكنولوجي. طب نحن نتحدث عن خمول وليس قليل ذكاء. هناك من يعتمد على الأجهزة كثيرا الآن. طيب سيد أيمن، يعني معلومات كثيرة ستكون متوفرة لدى شركة انتل وغيرها من الشركات، نتحدث عن كل شيء سيكون متصل بالإنترنت، كم هائل من المعلومات عننا وعن الجميع سيكون متاح في الإنترنت؟ هل نحن نعود الآن إلى مرحلة الحديث عن حماية كل هذه البيانات وكيف نحمي أنفسنا؟ يعني اكيد لما نشبك نشبك على الانترنت بهيدي التقنيه وهي الاجهزه في استفاده معينه. مثلا اذا حابه انت اليوم مثلا بدك تجي على النشره، حابه تنقي اي ثياب بدك تلبسيها، فيك تستعملي يعني مرايه ذكيه وتنقي ثياب معينين. اصدقائك على بالاعلام الاجتماعي بيقولوا لك لا هيدي ايه وهيدي لا، والشعر هيك والثياب هيك، يعني فيك تستعملي بهالطريقه. وفي كمان يلي بيفتح موضوع يلي قلتي عنه هو الخصوصيه، يعني هيدي المعلومات مشفره او مش مشفره، مين عنده اياها؟ مؤسسة انتل او الشركات الثانية اللي عم تستعمل تقنية انتل؟ موجودة على الانترنت مش موجودة على الانترنت؟ يعني مواضيع الخصوصية والتقنية الجديدة موضوع شائك، خاصة انه التقنيات هيدي كثير جديدة عم بتغير نحن كيف يومياتنا عم بتكون، والقوانين الخصوصية بدها شوية وقت لتشوف كيف الاستعمال ليكون لتقدر تعمل قوانين معينة تنظيمية لموضوع الخصوصية. نعم، إذا لا يعني إذا تحدثنا ليس فقط عن الخصوصية، إذا تحدثنا عن القرصنة، يعني كلما تقدمنا في التكنولوجيا رأينا أن القرصنة أو الفيروسات يعني أيضا تتقدم بموازاة ذلك، كيف يمكن قرصنة هذه التقنية أيضا؟
يعني عامة كل شيء مشبوك على الإنترنت بيعتبر في مشكلة قرصنة وأمن لما ينشبك على الإنترنت. يعني مثلا بنلاقي مؤسسات اللي عندها معلومات كتير خاصة بيجربوا هالمعلومات ما تكون حتى موجودة على الكمبيوترات موصولة على الإنترنت، هذا كطريقة أمنية للحماية. فلما نحط نحن هذه الأجهزة اللي عليها معلومات خاصة لأنها على الإنترنت، بيقدروا غير ناس يجربوا يعملوا قرصنة للا ويفوتوا يكون يعني يقدر يشوفوا يلي الكاميرا بتشوفه. يقدر هالمعلومات تبعتها لبعيد. يعني هيدا موضوع موجود بس التقنيات، يعني كيف هيكون في تقنيات للقرصنة؟ في تقنيات لمحاربة القرصنة كده. أنا كتير عجبتني فكرة المرآة، يعني ما زلت أفكر فيها، متى ستكون متوفرة فعلا على نطاق أوسع؟ السيد أيمن، ما هي توجهات عام 2015 في مجال يلا التقنية؟ أول 2016، أول 2016 ما بتظهري من بيتك قبل ما تسألي كل الناس شو بدك تلبسي. طيب نحن على موعد مع ذلك. صحيح. طيب هذه التقنية ريال سنس سيد أيمن، هل فقط ستستخدم في الهواتف المحمولة فقط في ألعاب الفيديو، أم لها ربما ستكون استخدامات أبعد وأكثر؟ حيكون فيها استخدامات كتير أبعد، لأنه هي تقنية جديدة. أهين شيء الواحد أنه يشبكها على تليفون أو على لعبة، بس هو لقدام حيصير بكل الأجهزة اللي حوالينا، مثل التلفزيون، مثل شيء عم يقيس الحرارة بالبيت، مثل البراد، مثل لما يفتح باب الكراج، يعني كل شيء حوالينا. حتى تيابنا عم بتكون ذكية، يعني في تقنية مثل الجينز الذكي، في إلنا إذا عم ننصح أو عم نضعف، في إلنا إذا التليفون عم بيرن، يعني في كل هيدي حتتغير لقدام كل ما هيدي التقنية عم تتحسن. طيب سيد أيمن، ما هي اليوم الأجهزة المتوفرة والتي تتبع هذه التقنية؟ مثلا في ادوات مثلا بالالعاب موجوده، بدل ما يكون في بياخذ صوره معينه لنا، بياخذ صوره ثلاثيه الابعاد، ساعتها نحن كل شكلنا بيكون موجود باللعبه عم نتحرك. هل يمكن ان نتحدث عن الوي؟ مثلا في نعمل حركه كمان بالعاب معينه، يعني الوي يعني كيف تقنية الوي بس متطورة على شوي أكتر، يعني فيها الوي بالنسخة الجديدة منها تستعمل مثلا هالتقنية وتحسن طريقة الألعاب الموجودة فيها بهذه الطريقة، بس بتكون شوي أوضح معينة. مثلا في قصص صحية معينة، إذا بنعمل نحن رياضة بتراقب الحركة تبعونا نحن، إذا بنكون حركة مزبوطة أم لا، عم نتحرك بطريقة سلسة أم لا، كيف لازم نغير، يعني في هيك نوع التطبيقات يعني. والتلفزيون كمان عم بيكون شوي أكتر، إذا حتى حتى نضل قاعدين على الكنبيه ما كثير نقوم نتحرك. طيب يعني نقوم من الكنبيه. طيب سيد أيمن، هناك تعاون الان ما بين جوجل وانتل لانتاج هاتف يستخدم ريال سنس، هل سنشهد منافسه حاسمه بانتاج هذا الهاتف في سوق الهواتف المحموله؟ هناك تلفونات يعني اخرى مشهوره. يعني هلا يعني باول بوادر عم نشوف نحن جوجل وانتل، بس في غير مؤسسات مثل مؤسسه ابل عم تطرح تقنيات معينه لحتى تتحكم بسيارات. في مثلا مؤسسات بالصين عم تجرب تشوف شو هالتقنيات الرائجه مع المؤسسات الكبيره وتعمل نسخه فعاله منها. فحيكون في كثير تنافس بهالموضوع اللي بيساعد المستخدم من جهه السعر وجهه الفيتشرز الموجوده. نعم، شكرا جزيلا لك من دبي خبير تقنيه المعلومات أيمن عتاني.